مرحبا. بهذا الفيديو رح نحكي عن أنواع تصميم الأزياء. أول نوع هو الأوت كوتور، هي مجموعة من الأزياء معمولة بجودة عالية باستخدام أجود أنواع الأقمشة والخامات. قطعة الأوت كوتور بتكون معمولة بحسب الطلب وحسب قياسات شخص معين موصيها لتناسب على شكل جسمه. كل درزة أو شك دبوس بتكون محسوب حسابها. بيشتغلوا القطعة بشكل يدوي مع خياطين عندهم خبرة ودقة شديدة في التفاصيل. كل قطعة بتاخد كتير وقت وجهد. ما بقدر المصمم أو بيت الأزياء يسمي المجموعة أوت كوتور إلا إذا كان هو جزء من نقابة الأوت كوتور بفرنسا بباريس. وهي أكم من شرط من شروطهم: لازم يكون في ورشة فيها 20 موظف في باريس، يعرضوا في أسبوع الأوت كوتور في باريس مجموعتين في السنة مكونة من 50 لبسة، يبلش من لبس الغير رسمي ويكمل للرسمي. كيف بلش الأوت كوتور؟ بلش من مصمم إنجليزي اسمه تشارلز فيدريك. كانوا يلبسوا تصاميمه في البلاط الملكي الفرنسي وفي القصور، وكان يصمم وينتج في باريس في منتصف القرن 19. تاني نوع هو الملابس الجاهزة ready to wear, prêt à porter، هي بين الكتور والإنتاج بالكميات الكبيرة. هي مش مصممة لعميل معين، بس معمولة بعناية كبيرة من اختياراتها لخاماتها مراحل قصها وإنتاجها. هي قطعة جاهزة للبيع وبتيجي بأكتر من مقاس وبتزبط على أكتر من جسم. بتكون تكاليف الإنتاج مش كتير عالية وبصنعوا بكميات وما بتاخد وقت كتير. آخر إشي هو الماس ماركت، الإنتاج الكمي. بيعملوا إنتاج هدول الأواعي بكميات كتير كبيرة وبمقاسات ثابتة ومحددة بخامات رخيصة تقريباً، مش زي الريدي تو وير أو الجاهز. بيستخدموا مصممين ملابس الإنتاج الكمي اتجاهات الموضة اللي بيحددوها مصممين الأزياء العالميين وأكبر بيوت أزياء.